موضوع شيق اليوم للنقاش في الطب العام مع الدكتورة ليلى بشرى. طبعا غادي نتكلموا على تبرع بالدم، وهنا عندي بزاف ما نقول. غادي نوب على كل المشاهدين والمواطنين اللي تيبغيو يمارسوا هذا الواجب هذا فعلاً. وماشي دائما تيقدروا يديروه. حنا في خصاص كالعاده كيف ما قلتي دكتوره ليلى بشرى، اهلا وسهلا. اهلا سميره. فعلا غادي نتكلموا على التبرع بالدم، الو غنحاول نتكلم عليه من جهه توعويه ومن جهه طبيه. داكوغ، عرفتيني شنو غنقول لك؟ عرفتك شنو غتقولي؟ انا مع الدكتوره ليلى بشرى في الكواليس قلت لها ما كاينش يعني البنيات اللي غادي تشجع المواطن انه يعطي الدم. هنا تنهضر من تجربه خاصه ديالي انا، من الناس اللي تيعطيو الدم تري سوفون، راك انت شاهده على هذا الشيء. تنعطي عندي فصيله الدم ديال او، دونك تنبغي نعطيه دائما، صوف كو ماشي دائما تتكون ليا متاحه الفرصه انا نعطي. تنمشي وتلقى بحال دابا عندي النمره 176 وانا خاصني ندخل للدار، عندي دي زانكاجمون، يعني ما كاينش الاساس اولا البنيه التحتيه باش نقدروا نعطيو الدم. هنا انايا تنوب على كل المشاهدين اللي تيبغيو يمارسوا الواجب ديالهم. طبعا هذا هو ماشي المحور ديالنا، لربما غادي نستضيفوا شي واحد ان شاء الله من مركز تحقق الدم اللي يقدر يفسر لينا شنو هما الاكراهات اللي عندهم وكيفاش ان شاء الله غادي يطوروا هذه المسائل باش الشخص لما يمشي باش يتبرع بالدم ديالو. هذا ما تيعنيش بانكم خاصكم تعزوا، خاصكم تمشيو. الوغ من غير سميره، المراكز ديال تحقق الدم بعض المرات كيكونوا قوافل ولا دي كارافان اللي هاد اللي كتكون متنقله وغتمشي اما صحيح زهات ولا الاماكن ديال العمل ولا كيكون تظاهرات فعلا. دونك لما كيكونوا هادو فهما شويه كيكون ما كيكونش الانتظار كثير بزاف، لان العمليه هي ديال التبرع بالدم ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، هي ما بين الفحص الطبي وداك الانتروغاتوار اللي كيديروا معنا الممرض ولا الطبيب والعمليه ديال اننا كنستخرجوا الدم اللي كدوم تقريبا غير 10 دقائق وداك الراحه اللي من موراها. دونك اون توي بورتو ان واحد 45 دقيقه حتى لساعات المكانه ما غاديش تفوت. معقوله ولكن كيكون الانتظار، كيكون الانتظار انك توصل للنوبه ديالك. الوغ كيما قلت اليوم غنتكلموا على التبرع بالدم، الوغ الدم والاهميه ديالو. الوغ الدم هو واحد السائل حيوي اللي ما نقدروش نعيشوا بلا به، ما نقدروش نعوضوه بواحد السائل اللي غيكون اصطناعي، ما نقدروش نصنعوا الدم. وكاين في بعض الاحيان ان هذا الدم كينقص في الذات ديالنا وخصنا نعوضوه. الطريقه اللي تلقات هو اننا ناخذ الدم من عند شخص اخر، وهو ما يسمى بتحقن الدم. القانون ولا الدوله قنات هذه المسائل باننا باش ناخذ الدم من عند واحد الشخص خصو يكون بطريقه تطوعيه ويكون تبرع، ما كيكونش واحد المقابل مادي مقابل مادي لهذا التبرع بالدم ولا هذا انه كيعطي الدم ديالو. مع العلم سميره كاين دول لان فاش كتعطي الدم ديالك كتخلص، بحال في الولايات المتحده الامريكيه. صح، هذه ما عمرني ما عرفتها. الوغ كحنا في المغرب خصو يكون بشكل تطوعي وكاين عده شروط. الوغ الشروط عندها علاقه اولا بالسن، مسموح اننا نتبرؤوا بالدم لما السن ديالنا كتكون ما بين 18 وما بين 65 سنه. عندها علاقه بالوزن، الا كان الوزن خصو يكون اكثر من 50 كيلو، الا كان قل من 50 كيلو ما نقدروش نتبرؤوا بالدم. الشخص خصو يكون في صحه جيده، ما عندوش مرض مزمن، ما كياخذش ادويه. كاين كذلك واحد الانتروغاتوار ولا واحد الاسئله اللي كيطرحها الطبيب على الشخص اللي غادي يتبرع بالدم باش لانه خصو يلبي واحد الشروط. الوغ غنتكلم على بعض الامثله، بحال دابا الشخص ما خصوش يكون بحال دابا كان خدا يلا خدا دي زانتيبيوتيك ولا دي كورتيكويد، ادويه خصو يتسنى جوج سيمانات عاد باش يقدر يتبرع بالدم. كذلك الا كان عنده فيه سخانه ولا عنده تعفن، اما اون انفيكسيون اورينير مثلا البرد ولا فيه الحلاقم، خصو يتسنى جوج الاسابيع عاد باش يقدر يتبرع بالدم. كذلك بحال دابا الا كان دار جراحه خصو يتسنى 3 شهور حتى 4 شهور عاد باش يقدر يتبرع بالدم. النساء الحوامل بيان سور ما خصهمش يتبرعوا بالدم، ويتسناو 6 شهور من مورا الولاده عاد باش يقدروا يتبرعوا بالدم. بحال دابا الواحد الا دار الفاكسين خصو يتسنى 4 شهور عاد باش يقدر يتبرع بالدم. دونك كاينين عده شروط، ماشي غير تجينا في بالنا لا. دونك كاين واحد لو كيستيونير اللي لان هاد الشروط كتحمي المتبرع بالدم باش ما يتاثرش الصحه ديالو، وكذلك يحمي الشخص اللي غادي ياخذ هذاك الدم. لان شنو هو المشكل اللي كنخافوا منه في تحقق الدم؟ هو ان الدم يكون ملوث بان فيروس ولا اون باكتيري اللي تقدر تضر لنا الشخص اللي غادي نعطيوها ليه. لهذا كاين واحد المجموعه ديال الامراض اللي كانت عند الشخص فهي كتمنع عليه منعا كليا انه يتبرع بالدم. بحالاش؟ بحال امراض السيده، كاع الامراض اللي كتنقل عن طريق الدم وعن طريق الجنس ما يمكنش
ما يمكنش للحامل مولاها انه يعطي الدم. دونك مرض السيدا، مرض النور اللي هو لا سيفيليس، ليباتيت بي، ليباتيت سي، الناس اللي عندهم الباليوديزم، دونك هاد الناس ما خصهمش يتبرعوا نهائيا بالدم. وزعما باش نكونوا مؤكدين بان هاد الاشخاص، بان هذا الدم الملوث ما غاديش يوصل للشخص اللي غنعطيو ليه الدم. فاشاك فوا كناخذوا الدم من عند واحد الشخص كنديروا هذه المجموعه ديال التحاليل، كنديروا التحليله ديال سيفيليز، ليباتيت بي، ليباتيت سي، وديال السيدا. الوغ بالنسبه لهاد كاين واحد المشكل كبير سميره كنلقاو، ان بعض الناس كيقول لك انا غنمشي نتبرع بالدم غير على قبل التحليله. وهذه مساله خطيره بزاف، نفسر لك علاش. لان نورمالمون الشخص اللي بغى هاد التحاليل، انا كما قلت هما تحاليل ديال الامراض مؤذيه جنسيا، سافو دير كو هو شاك، عنده شك انه يقدر يكون حامل لذاك المرض. خصنا نعرفوا بان التحليله اللي كدير لنا التشخيص ديال هذا المرض ما كتبان حتى 3 شهور من مورا التعفن. تاتير واحد الشخص باغ اكزومبل اللي عنده واحد العلاقه جنسيه غير محميه اللي مشكوك فيها، داز 3 الاسابيع وشداتو الخلعه وقال راه واقيلا تقدر تكون دازت ليا شي حاجه، باش نقول غنمشي نتبرع باش ما نخلصهمش، لانهم كيتخلصوا هاد التحاليل في المختبرات. شنو هو المشكل اللي كنوقعوا فيه؟ ان التحليله تقدر تخرج نيجاتيف، يبي يخرج ما عنده فيها حتى حاجه، يعني كيما قلت هو حامل المرض. دونك هو كيكون حامل المرض وما كيسقش لراسو الخبار، وانه كاين كيعادي لنا ناس اخرين. يعني بالنسبه للناس اللي شاكين شحال خاصهم يبقاو حتى لنواو يعطيو الدم باش كطريقه باش يعرفوا واش مرض ولا لا؟ على الاقل دوز 4 شهور ويدير التحليله اللي كتثبت انه فعلا خالي من هذا الامراض. كذلك الاشخاص اللي كيكونوا كيتعطوا المخدرات عن طريق الحقن، لان دوك الحقن كيكونوا كيدوزوها بيناتهم الاشخاص اللي كيكون عندهم هذا المشكل، وكيقدروا يدوزوا مرض من واحد لواحد، وكيكونوا كيكون احتمال كبير انهم يكونوا حاملين لهذه الانواع هذه الامراض. دونك اللي سيديروا المخدرات هما ما خصهمش نهائيا مخصوش، ولكن خص يكون واحد الوعي ويكون واحد المينيموم ديال الثقه ان هذا الشخص يكون ما يمشيش يتبرع، لانه يقدر ينكر يقول راه انا ما كنتعطاش المخدرات داكوغ، ولكن خصو يحضر في باله انه يقدر يضر. لان شنو هو الهدف اننا نتبرعوا من الدم؟ هو اننا نعاونوا الناس اكزاكتومون، ننقذوا واحد الحياه ماشي ندوزوا ليه واحد المرض. كذلك الناس اللي كيكون عندهم علاقات جنسيه مع اشخاص بزاف ديال الاشخاص، وكتكون دوك العلاقات تقدر تكون مشكوك فيها ويكون فيها الاحتمال انه يدوز لهم مرض من الامراض الجنسيه، هما ممنوع لهم انهم يعطيو يتبرعوا بالدم ديالهم. سميره كذلك كاينه واحد الظاهره اللي كثرت في هذه الاعوام الاخيره، ولا واحد الموضه ديال التاتواج ديال اللوشام وديال البيرسينغ ديال تقيب الودنين في بزاف ديال البلايص. الوغ هذا في الجسم ماشي غير في الاذن فعلا. دونك هاد الناس اللي كيتعطاو لهذا النوع من التجميل نقدروا نقولوا، كاين لو ريسك، كاين فيها احتمال، لانك كتستعمل واحد ادوات حاده، كتستعمل الابر. الا ما كان الشخص اللي كيدير لنا هذا التاتواج ولا هذا البيرسينغ الا ما كانش واعي وكيبدل ليكوي ولا البرا من شخص لشخص، فهاد الشخص يقدر يكون حامل المرض الجنسي. دونك نورمالمون هاد الاشخاص اما ما يتبرعوش، ولا الا بغاو يتبرعوا خص يكون داز 4 شهور على التاتواج ديالهم ويكونوا داروا التحاليل بانهم خاليين من الامراض المؤذيه جنسيا، عاد باش يقدروا يتبرعوا بالدم. واضح. نختموا استاذه الوغ، باش باقي عندي بزاف المسائل ما نقول، ولكن باش نختموا نقدروا نتكلموا على المنافع الصحيه ديال التبرع بالدم. حيت كاينه منافع. اكزاكتوم، منافع للشخص اللي غادي يتبرع. بيان سور كاينه واحد المنفعه روحيه كبيره بزاف، لانه كيدير الخير، انه عنده اجر كبير مع الله لانه كينقذ واحد الحياه، وكاين منافع حتى على الصحه ديالو. لما كنتبرعوا بالدم فحنا كننشطوا ولا كنحفزوا الدوره الدمويه ديالنا، كذلك كنحفزوا الصنع ديال الخلايا ديال الدم من النخاع العظمي. وكاين واحد الدراسه دارتها سميره، واللي لقات بان الاشخاص اللي كيتبرعوا بزاف بالدم ديالهم كيكون عندهم واحد المقاومه للامراض السرطانيه، مناعه طالعه نقدروا نقولوا مقاومه للامراض السرطانيه ديال الدم، وكذلك الامراض التعفنيه ولا لي زانفيكسيون. سبحان الله. دونك يعني نحاولوا اننا نمشي ونتبرعوا بالدم ديالنا باش ننقذوا حياه اخرين، وما تعدلنا حتى حاجه مع العلم سميره اننا نقدروا. بحال بالنسبه للرجال عندهم الحق حتى 6 ديال التبرعات في السنه، والنساء عندهم الحق في 4 تبرعات في السنه، وما بين تبرع وتبرع خص على الاقل يكونوا شهرين. شكرا لك دكتوره ليلى بشرى، وبك غادي نختموا حلقه اليوم صباحيه دزام، على الامل لقاء بكم غدا ان شاء الله باش نتكلموا على الحول اللي هو موضوع فقره امراض وحالات مع مها وضيفتها الاخصائيه في امراض وجراحه العيون دكتوره لبنى الوالي. فقره مواهب عبد الحنين الروح غادي يستضيف المصابه الشابه خديجه اليعقوبي. الكل والمزيد دائما صباحيه دوزام، نهاركم مبروك، الى اللقاء.